العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 59 بعد 200 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب في الداذي، وفي نسخة باب في الباذق. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. نعم، ما زلنا في الأشربة، ولا سيما في المسكرات، الأشياء التي لها علاقة بالمسكرات. وهنا ذكر أبو داود رحمه الله تعالى تسمية الخمر باسم تصرف النفوس عن النفرة منها. والآن من أوضح ما يكون في هذا الزمان ما يسمى بالمشروبات الروحية، هذه تشجع عليها، لذلك تسمى، يعني تعتبر هذه التسميات تسميات منكرة ومحرمة، وهي يعني التسمية وحدها محرمة غير الشرب. لماذا؟ لأن فيها دعوة. أنت عندما تقول هذا شيء روحي، يعني إنسان يميل إلى أشياء التي الأشياء الروحية، فلما تقول مشروبات روحية أو غناء روحي وما إلى ذلك، فهذا فيه دعوة إلى المحرم. طيب، ثم ذكر حديثا، وهذا الحديث هي معاوية بن صالح، ومعاوية بن صالح لم يروي عنه غير زيد بن حباب، وروى عنه كذلك الجراح بن مليح، هو صدوق. على كل حال، مع ذلك ابن حجر يقول هو صدوق له أوهام، لكن ليست المشكلة في معاوية بن صالح، وإنما المشكلة في حاتم بن حريث وشيخه مالك بن أبي مريم، كلاهما مجهول. الأول قال فيه ابن حجر مقبول، والثاني قال فيه مجهول مقبول أيضا. إذن قال في كليهما مقبول، وعلى كل حال الإسناد كما ترى ضعيف، إلا أن الحديث صحيح لغيره. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا منهج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث يشير إلى منهج سيتبعه الناس في آخر الزمان. قال: لا يشربن ناس من أمتي، وهذا الكلام بلا شك ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الفتن، من فتن آخر الزمان. حتى إذا استسهل الناس فعل الحرام ووجد من يستنكره، سموه باسم لا يستنكر. فهذا منهج، فيقال هذا شرب مشروبات روحية، وهذا نشيد إسلامي، وهذا رقص إسلامي، وهذا تمثيل إسلامي، وهذا بنك إسلامي. وطبعا لن يقول ربا إسلامي وخمر إسلامي، لكن هذا يقول الشيء الذي يمكن أن يقبله الناس. لا يستبعد في المستقبل يقال مشروبات إسلامية بدل مشروبات روحية، لا نستبعد، مع أنه غير موجود، لأن ما رأيناه كان بالنسبة لمن سبقنا هو كان عجبا عجابا. فطالما أنه وصل إلينا بهذا الشكل، ما كان يمكن أن يصل قبل ذلك، أن يحصل مثل هذا، فيمكن أن يحصل ما هو أسوأ. لماذا؟ لأنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فيه نسخة تستحل بأسماء، يعني بدل ما لا يشربن ناس، إيش النسخة الثانية تستحل؟ الحديث الذي بعده، ولا الذي بعده؟ طيب، نعم. قال رحمه الله: حدثني شيخ من أهل واسط قال: حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور
قال سمعت الثوري يسأل عن الداذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحل أمتي الخمر باسم يسمونها به. وفي بعض النسخ لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. قال سفيان الثوري الداذي شراب الفاسقين. ما يعني ما في لفظ عندكم تستحل في الأول؟ الأول لا. الثاني. طيب على كل حال الثاني فيه ليشربن وتستحل الثاني. لكن هذا موقوف على الكلام الأخير موقوف على سفيان يقول الداذي شراب الفاسقين يعني صار شرابا لهم لأنهم سموا هذا الاسم واستحلوه به أو يعني وشربوه بناء على هذا الاسم. لا ليس معنى أنه استحله يعني أنه قال هو حلال. الاستحلال نوعان، استحلال عملي واستحلال قولي أو اعتقادي. الاستحلال القولي أو الاعتقادي أن تقول في الشيء المحرم هو حلال، وأما الاستحلال الفعلي العملي يعني أنك تعمل فيه عمل مستبيح، يعني الذي يرى أن الخمر حلال يشربها، فما الذي يمنعه من شربها؟ كذلك الذي يشرب الخمر ما الذي يمنعه من شربها؟ أنها حرام، فهو لما شربها كأنه جعلها حلالا. لكن لما كان هذا الاستحلال استحلالا فعليا بقي هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا عن أمة الإجابة وإن كانوا في ذلك فاسقين. لذلك ما قال سفيان رحمه الله تعالى هو شراب الكافرين وإنما قال هو شراب الفاسقين لكونهم ما زالوا مسلمين. وهذا يشبه الحديث الذي في البخاري لا يكون أن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ويبدو أنهم يستحلونها يعني أنهم يسمونها بغير اسمها، يجعلون هذا بغير اسمه. يمكن أن يكون أيضا قضية المعازف تستحل بالصورة الموجودة الآن بالاسم الإسلامي، وكذلك الحر باسم المتعة اللي هو المقصود. الحر هو الفرد وإنما المقصود هو الزنا. في إيران قبل في أيام الشات كان في أيام الشاه كان فيه ماخور دعارة كبير وكان عليه امرأة فمنعت في أيام الشات في أيام شاه إيران الشاه اللي هو قبل الخميني فمنعت فأغلق وروحت كل النساء اللاتي كنا يفعلن الفاحشة كل واحد ذهبت إلى بيتها. فلما حصلت الثورة المزعومة أنها إسلامية وأفتى الآيات تعرف آية الله فلان وآية الله فلان أفتوا بحل ما يسمى بالمتعة عادت النساء مرة أخرى ولكن أضافوا للشكل العام والهيئة الاجتماعية للموضوع شيخا يجلس وعنده دفتر فلانة وفلان زواج لمدة ساعة ادفع يحطه في الدرج ويدخلوا بعدين إذا طول أكثر من ساعة واحد يدق الباب يا أخي تمدد ولا تطلع ويدفع تضحكون لكن والله الأمر مبكي يعني صار هذا كان في أيام ذلك الرجل اللي هو العلماني واللي ما له دخل في الدين كان ممنوعا ثم صار مباحا فلا يبعد أن يكون هذا جزءا. ألاحظ هنا أن المشكلة أنه كان قبل ذلك يرتكب على أنه محرم وعلى أنه جريمة وتجرم ومنع والذين منعوا ما قالوا ليش منعتنا من شيء يعني الله عز وجل أباحه لنا. الآن هؤلاء لو جاء واحد الآن يمنعهم يقول تمنعنا من شيء أمرنا الله به ليش؟ لأن عندهم من الأحاديث ما فيه من أيوم امرأة متعت بنفسها أدخلها الله الجنة يعني مطلوب منها مطلوب منها هذا الأمر. إذن الزنا الإسلامي لكن باسم إيش؟ المتعة. الخمر الإسلامي لكن باسم المشروب الروحي ولا لا؟ تدخلنا في السياق إيش ثورة إسلامية يعني تقصد يعني ما في ربيع عربي يعني تقصد هداك الله لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ هذول يعني ما أدري إيش قصتهم الشباب السلفيين هم إرهابيين ولا إيش؟ هداك الله يا أخي شوف هاي الربيع العربي حريات حصل الحمد لله صار الناس الآن عندهم حريات
وضعفت ضعف الطواغيت ضعفوا، بطلوا يستطيعوا انهم يحكموا بلادهم، والبلاد انتشر فيها كل واحد يفعل ما يشاء، اللي يزني يزني، واللي يسرق يسرق، واللي يشرب الخمر يشرب الخمر، واللي يقتل يقتل، حرية. هذه دائما الأشياء الإسلامية هذه تأتي بالأشياء، حرية شرب الخمر، صحيح؟ نسأل الله العافية والسلامة. بلا شك أن هذه كل شيء سموه باسم الإسلام مع أنه محرم سيجر على المسلمين ويلات وخيبات. أي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الأوعية. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. يعني هذا مر معنا، تكلمنا عليه، وهي عبارة عن أوعية إذا وضع فيها النبيذ، يعني منبوذ التمر أو منبوذ الزبيب أو غير ذلك في الماء، هذه الأشياء، هذه الأوعية لا تتأثر بما تخمر فيها، بحيث إذا قذف بالزبد وانتفش ما يحصل شيء في هذه الأوعية، وبالتالي لا يظهر على ذلك الوعاء. بينما مثلا الأسقية من الجلد إذا وضعت فيها تنتفخ، فإذا انتفخت وضح أن هذا إيش؟ تخمر، أن تخمر أو تتمزق ويحصل فيها شقوق، هذا إيش يعني أنها تخمرت. أما تلك الأوعية ما يظهر فيها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد يعني نسخ هذا الحكم، الناس تعرفت على الخمر واستقر الأمر وأباح ما لم يتخمر. فأنت الآن بعد ما تستعمل هذه الآنية، قبل أن تشرب منها تتأكد من أنه تحول إلى الخمر ولا لا، أو أنك تشربها في اليوم نفسه، يعني لو شربت في نفس اليوم، يعني انتبذ في أي آنية ما في مشكلة، بشرط أن تشرب في وقت لا تتخمر فيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال: حدثنا جرير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال: حدثنا عبد الله بن عمر يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فخرجت فزعا من قوله: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فدخلت على ابن عباس فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال: صدق، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قلت: ما الجر؟ قال: كل شيء يصنع من مدر. هذا ما يصنع من مدر، يعني هذه الآنية التي تصنع من المدر ليست مثل الجلد، يعني لا تتأثر بانتفاخ الأشياء فيها فتبقى كما هي، بينما الجلد يعني ينتفخ ويظهر عليه، لكن هذا الحكم منسوخ. يعني احنا قلنا أي آنية يمكن استعمالها الآن بشرط أن لا يتخمر فيها ما فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وفد عبد القيس. حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قالا: حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول، وقال مسدد عن ابن عباس، وهذا حديث سليمان: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، قد حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده واحدة. وقال مسدد: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. قال ابن عبيد النقير مكان المقير. وقال مسدد: والنقير والمقير، ولم يذكر المزفة. قال أبو داود: أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي.
هذا الباب نسخة، نسخة يعني هذا الباب في رواية ابن الأعرابي وليست موجودة في رواية أبي القاسم اللؤلؤي، فيكون الكلام متصلا يعني تابعا لما سبق، والكلام عن الجرار أو الكلام عن الآنية. هذا الإسناد فيه لطيفة لابد من التنبيه عليها، وهو قوله طبعا حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة الذي يروي عن ابن عباس أبو جمرة وأبو حمزة اثنان، أحدهما ضعيف فيه ضعف والآخر ثقة ثبت، يعني ثقة موثق مؤكد في التوثيق. هذا هو الذي نبه عليه أبو داود لأنه يحصل تصحيف، فنبه أبو داود هنا فقال أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، يعني لما يقول نصر بن عمران الضبعي هو الثقة، هذا الثقة ثبت يعني ثقة عالي الثقة، والثاني نصر، والثاني ايش؟ عمران بن كذا القصاب، ايش اسم الثاني؟ مين يعرف الثاني؟ المهم لابد من حفظ هذا اسماء هؤلاء، عمران القصاب يعني فيه ضعف، اظن ابن حجر قال فيه صدوق كذا، انظروا ابن حجر قال يعني يمكن قال صدوق يعني له اوهام او لكن الصحيح يعني الرجل فيه ضعف، يعني حديثه يصلح فقط في المتابعات والشواهد، اما ما هو حديث حسن. واما الاول وهو الذي قال فيه نصر بن عمران، يعني لاحظ الاول نصر ابن عمران الضبعي، الثاني هو عمران قصاب، ابو حمزه يعني بمهمله ثم ميم ثم معجمه، هذا ايش؟ ضعيف، اسمه عمران القصاب ضعيف، ابن حجر قال فيه صدوق، صدوق له اوهام، والثاني اللي هو ايش؟ ابو جمره نصر بن عمران الضبعي ثقة ثبت، ها؟ ثقة ثبت. طيب وأنا سأسألكم عن هذا في المجالس القادمة إن شاء الله تعالى. كلاهما يروى عن ابن عباس وبالتالي يحتاج لتعيين، عمران القصاب صدوق له أوهام وفيه ضعف، والثاني أبو جمرة، هذا أبو حمزة بالحاء، أبو جمرة عمران نصر بن عمران الضبعي ثقة ثبت. احفظ، كل واحد يسجل عنده والمجلس القادم يكون جاهز، يقول له فلان أيهما الثقة، أبو حمزة ولا أبو جمرة، وإيش اسم كل واحد منهم؟ خلاص. هذا الحديث فيه من الثقة ولا الضعيف؟ ثقة، فيه الثقة، لذلك إسناد حديث إيش؟ صحيح. طيب هذا الحديث، وفد عبد القيس إذا جاءوا إلى المدينة لابد من أن يمروا على مضر، مضر كانوا كفارا، مضر كانوا كفارا، إلا أن مضر من معظمي الأشهر الحرم، من معظمي الأشهر الحرم، العرب كانت تعظم الأشهر الحرم، فإذا جاءت إلى رجب أجلت رجب وجعلته في شعبان ولا في رمضان، إلا مضر، فكانت تحافظ على الأشهر الحرم، ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ورجب مضر، ليش؟ نسب إليهم لأنهم كانوا يعظمونه. فهؤلاء وفد عبد القيس إذا أرادوا أن يأتوا مروا من أين؟ من عند مضر، من وبالتالي فيحتاجون إذا أرادوا أن يمروا متى يأتون؟ في أشهر حرم، يعني معهم في إحدى الأشهر الحرم اللي هي أربعة أشهر، فلذلك ما يستطيعون يذهبوا ويأتوا كل يوم يسألون، فلذلك جمعوا أسئلة وقالوا بدنا نسأل. طبعا هذه من الأسئلة، هناك أسئلة كثيرة وفد عبد القيس، يمكن واحد يجمع جزء في أسئلة وفد عبد القيس. من الأسئلة أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما يشربون، في ماذا ينتبذون، هذه الأمور ماذا تأمرون، فقالوا فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا حتى نتعلم وننقل، نكون نحن رسلا لمن في بلادنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم قال الإيمان، نعم عن أربع،
الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة، يعني أنه قال أنه هذه الأولى، وهذه الواحدة شملت، قال ثم فسرها، يعني فسر الواحدة، الواحدة لأنه سيقول اثنتين، وبالتالي فتكون الواحدة إيش؟ اثنتين، والثنتين واحدة. ليش صارتا واحدة؟ لأنهما شهادة، الشهادة شيء واحد. فقال عقد بيده واحدة، وقال مسدد الإيمان بالله اللي هي الأولى نفسها، ثم فسرها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الأولى الشهادتان، فهي شهادة واحدة، اللي هي شهادة يدخل بها الإنسان الإسلام ابتداء، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. واضح الأمر؟ إذن هذه الأربعة. قال وأنهاكم عن أيضا أربع أشياء، الدباء والحنتم والمزفت والمقير. طبعا هذه الأربع هي في الواقع هي تعود لشيء واحد، وهو الآنية التي تشتد فيها الخمر بسرعة من غير أن يتنبه إليها الناس. واضح؟ طيب تكلمنا عن هذا ولا لا؟ وضحنا هذا، شرحناه ولا لا فيما سبق؟ على كل حال هذه الدباء اللي هي القرع أو اليقطين، هذه تكون إما مستديرة وإما كمثرية الشكل، فيقطع رأسها ثم يجعل على جانب، ثم يخرج ما فيها ويستعمل في الطعام وفي الدواء. في الطعام يقطع مربعات صغيرة ويجعل في حساء مع اللحم وكذا، يكون من أطيب الطعام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء، وكان يتتبع الدباء من جوانب القصعة، حتى قال أنس فكنت أدفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرت أحب الدباء وأنتقيه. يعني بعد ذلك صار أنس، طبعا هذا حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومحب المحبوب محب له محب لما يحب، هذا الدباء. ثم بعد ذلك يجفف الدباء فيصير آنية، ويؤتى بالقطعة التي هي الرأس فتجعل غطاء له، ويجعل يجعل خمالة أو بطانة تضع بينه وبينها بحيث أنها تشتد، يعني لما تضعها يكون بينه وبينها شيء. نعم. قال والحنتم، ذكروني بالحنتم، إيش الحنتم؟ اذكر ايش مكتوب عندك. ايه الحنتم بفتح المهمل وسكون النون وفتح المثنى من فوق، هي الجره كذا فسرها. ايه الجرار الفخاريه، الجرار اللي هي من الفخار او من الحجر، هذه يسمى الحنتم، وهذه ايضا لا يظهر عليها. قال والمزفت، المزفت يعني الجرار ايضا، لكن تدهن من الداخل بالزفت حتى يعني حتى تحفظ ما فيها، يعني حتى لا يتسرب من الداخل إلى الخارج. وفي قال ولم يذكر المزفت في هذا، نعم في موضع ثاني المزفت المقير، مقير عفوا المزفت والمقير، هنا المقير من القار، يعني مزفت أيضا، يعني سواء كان سميناه زفتا أو سميناه قارا، في القار والزفت شيء واحد. رحمك الله. ولذلك هذا الحرف حصل فيه خلاف، اللي هي ايش؟ المقير، بعضهم قال المقير وبعضهم قال النقير، والنقير هو الأكثر، والنقير هو أصل النخلة اللي هو الجذع، لما تقسم الجذع إلى أصل وساق والمتصل بالفروع اللي هو أعلى الجذع، الجذع النخلة، أصل الجذع اللي هو ايش؟ الكرسي اللي تركب عليه النخلة تقطع فيبقى ايش؟ الاصل هذا فينقر، لما ينقر يصبح كالاناء فيوضع فيه الشيء ويحفظ به، وكل خشب نقر وجعل كالاناء فهو نقير، يعني كل ما نقير فعيل بمعنى مفعول، لان فعيل ياتي بمعنى مفعول وياتي بمعنى فاعل، يعني رحيم بمعنى فاعل، لكن رجيم مرجوم ففعيل تأتي معنى فاعل، وأنا النقير تأتي معنى إيش؟ معنى
مفعول يعني منقور، فهو منقور جذع النخل هذا الأصل، وإلا فكل خشب نقر فهو نقير. المقير والمزفت شيء واحد، لذلك الرواة اختلفوا في هذا الحرف، فبعضهم قال المزفت والنقير، وبعضهم قال المقير والنقير يعني جمعوا بين المقير والنقير، وبعضهم قال المزفت والمقير فجمعوا بين المزفت والمقير مع أنه شيء واحد. قال لم يذكر في هذا الثاني قول، وقال أبو عبيد النقير مكان المقير، وهذا إيش هو الراجح. وقال مسدد والنقير والمقير يعني جعل بدال، لاحظ هنا إيش اللي حصل، أنه عندنا روايتان كل واحدة منهما أثبتت إما الزفت مع النقير وإما القار مع النقير، وهذا هو الراجح، إما الزفت مع النقير أو القار مع النقير، يعني المقير والنقير أو المزفت والنقير. أما أن نجمع بين المزفت وبين المقير فهذا المرجوح في الرواية، هذا هو المرجوح من خلال كثرة الروايات. قال وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفت، وهما بمعنى واحد، يعني مقير ومزفت معناهما واحد، والحديث طبعا كما رأيتم اسناده صحيح. الإيمان بالله وشهادة، إيه لكن وشهادة، حتى لو قلنا وشهادة يعني إذا كان على اللي هي قلنا عندنا رواية إسماعيل موسى بن إسماعيل، عفوا إسماعيل سليمان بن حرب ولا إيه ومحمد بن عبيد، كلاهما قال عن حماد وحدثنا مسدد حدثنا عباد عن أبي جمرة، يعني رواية مسدد هذه التي اللي هي حدثنا عباد بن عباد، هذه فيها اللفظ اللي إيش قال فيه، وقال مسدد الإيمان بالله الأول، قال أنهاكم على الأربع الإيمان بالله، وعقد وقال مسدد الإيمان يعني الإيمان بالله وشهادة ولا إيش؟ وشهادة في واو العطف كان في بعض النسخ، في بعض النسخ وشهادة بعض النسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. أيضا هذا يعني مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن نعلم أن قصة وفد عبد القيس قصة واحدة، وأن السؤال حصل عن هذه الأشياء وحصل الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام عنها، في الأصل حمل بعضها على بعض، ولذلك أي حديث جمع بين مثلا المقير والمزفت يكون على الوضع الذي ذكرنا، لكن هذا الحديث أحد إيش فيه قال أنهاكم عن النقير اللي هو اللي ذكرنا المنقور من الخشب، والمقير مزفت، والحنتم الجرار، والدباء اللي هو إيش القرع أو اليقطين يعني. قال وطبعا هذا القرع أو اليقطين أو أي شيء من اليقطينيات، يعني تصورنا أن الكوسة كبرت موجود هذا يكبر أحيانا يكبر يستعمل هذا، إذا كبرت صار يمكن أن تستعمل كذلك، لكن في النهاية قلنا أن كل هذه الآنية نسخة النهي عنها. قال والمزادة المجبوب، مزادة هي عبارة عن سقائين كل منهما أضيف إلى الآخر، سميت مزادة لأنه زيد فيها، وجعلت مزادة لفائدتين، الفائدة الأولى أنها تستعمل في الأسفار ولنقل المياه من بعيد، فما يكفي قربة صغيرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى سهيل بن عمر فيبعث إليه من مزادتين من ماء زمزم. والفائدة الثانية أنها تجعل على الإبل فتكون إحدى القربتين عن اليمين والقربة الثانية عن الشمال، لكنهما يفضي بعضهما إلى بعض، ما توضع هكذا يصبح مكان القربة من الأعلى فارغا ومن الأسفل منتفخا، فيجلس الإنسان ولا يتأثر لا تتأثر المزادة من ذلك، هذه المزادة. فإذا قطعت هذه المزادة لم يعرف ما فيها، لأن الماء يغور، لأن
ما فيها من الايش يعني ما ينبذ النبيذ، ما فيها من النبيذ يختفي، واضح؟ وبالتالي فكيف تعرف ان الذي فيها الكبير، وبالتالي يحتاج الى وقت كثير لمجبوبه، لان تكون مجبوبه لو انت لو صار فيه غازات وخرجت اللي هو الارغاء او الزبد الذي تقذفه الماده التي تحصل من النبيذ، ايش يحصل؟ يخرج الغاز بشكل دائم، لكن اذا كانت مربوطه ايش بيحصل؟ تاتي اليه اليوم الثاني واذا بها منتفخه، تعرف المقصود انك تعرف ما فيها. الان لو ان الانسان استعمل المزاد المجبوبه ووضع فيها العصير ووضع فيها كذا وخرجوا في رحله، ايش يحصل؟ ما فيه مشكله، لكن عندما تشرب لابد من ان تضعها في اناء اخر لتنظر ما فيها قبل ان تشرب من المزاده. قال ولكن اشرب في سقائك واوكه. شوف الفائده الان، السقاء اصغر من المزاده، سقاء صغير. طيب واذا كانت مزاده يشترط في ان تكون ذات فم، وان يكون هذا الفم ايش؟ مغلقا مربوطا. فاذا كان مربوطا ظهر عليها العلامات. المهم عرفنا العله من النهي عن هذه، لان اذا كان يمكن ظهور انها تخمرت ما في مشكله. وطبعا مثل هذه الاحكام انما جاءت بالتدريج، لان الناس يعني حتى ينتهي الناس عن اسباب الوصول للخمر، بعدين يشرب بعدين يقول والله هي خمر طلعت خمر وكذا، لا. اما لما عرف الناس الخمر وصاروا يخافون من شربها ويخافون من قربها ويخافون من حملها، خلاص انتهت القضية، صارت هذه الوسائل ما تحتاج إلى التشدد فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم بأسقية الأدم التي تلاث على أفواهها، يعني تربط. الوكاء، ايش الوكاء؟ السقاء لقربة، يعني يكون في أعلاها فم السقاء ليصب منه الماء ثم يشرب يسكب منه الماء، هذا الفم لأنه هذا جلد هذا، فيأتون بقطعة أيضا أخرى من العصب أو من الجلد أو من الحبال وتربط عليه وتشد، هذه ايش اسمها؟ هذا اسمها أنها هذه معنى أن تلاث، تلاث يعني تربط. وهذا الذي يلاث عليه ايش اسمه؟ هذا الوكاء. اوكوا السقاء، ايش السقاء؟ بعض الناس يقول اوكوا، ايش يعني اوكوا السقاء؟ اوكوا السقاء يعني القربه، اربط على انتهت القضيه. نعم. قال حدثنا وهب بن بقيه عن خالد عن عوف عن ابي القموص زيد بن علي حدثني رجل كان من الوفد الذين كانوا وفدوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان، فقال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم، اشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهاريقوه. نعم، يعني هذا ما في غير أبو القموص هذا، وقد وثقه ابن حبان العجلي قال فيه ثقة تابعي ثقة، وكذلك ابن خلفون في أورده في الثقات له، وليس فيه كلام إلا قول ابن سعد طبقات قال قليل الحديث، فهذا الإسناد صحيح بناء على هذا. قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه. اشرب في الجلد الموكى عليه، وهو موكى ولا نفتح الوكاء ونشرب؟ المقصود يعني ما سبق، يعني انك انما نبذ فيه واوكي عليه نشرب منه، اما ما نبذ فيه ولم يوكى عليه لا يشرب منه. طيب بعد النسخ ما نبذ فيه ولم يوكى عليه يصب في اناء اخر ثم ايش؟ ثم بعد ذلك يشرب. قال فان اشتد فاكسروه بالماء، فان اعياكم فاهريقوه. فان اشتد عليكم يعني ظهر عليه علامات الاشتداد وهو تغير في الطعم، فماذا تفعل؟ تضع عليه شيء من الماء تشربه. فإن أعياكم يعني أنه حصل تغير، يعني صار خمرا
فلا يجوز لنا حينئذ نكسره لا بماء ولا بغيره، لابد من إيش؟ من إراقته. لكن مع ذلك لابد من تذكر أن هذا كان في أول الأمر، يعني يوم أن نهي الناس عن الدباء والحنتم ليش؟ الناس ما كانت تعرف الفرق بين الخمر المحرم، وإنما منع من ذلك. فإن حصل وفعلتم ذلك ولم يعني يتخمر ولم يحصل، لكن إذا حصل التخمر وكذا وما في مجال يهرق. وهذا فيه أن الخمر وغيرها من الأشياء بلا شك أنها يعني هذا لا تدخل في إضاعة المال، لأن هذه الأشياء محرمة، إضاعتها ليست إضاعة المال بل هو من باب التخلص من الحرام. نعم. قال حدثنا ابن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال صبوا عليه الماء. وقال لهم في الثالثة أو في الرابعة أهريقوا، ثم قال إن الله حرم الخمر. أهريقوا ولا أهريقوه؟ أهريقوا. ما فيه هاء؟ كمل. ما ذكر نسخا. تفضل. عندك ها؟ ثم قال إن الله حرم الخمر. إذا نقرأ أيضا أو الرابعة أهريقوه حتى يعني يكون قد نعم. قال وقال لهم في الثالثة أو في الرابعة أهريقوه، ثم قال إن الله حرم الخمر أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وقال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة فقال الطبل. نعم. هذا شيخ سفيان علي بن بذيمة، طبعا إسناد صحيح رجال الثقات منهم علي بن بذيمة هذا، لكن هذا قال فيه الإمام أحمد كان رأسا في التشيع. علي بن بذيمة كان رأسا في التشيع. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا إسماعيل بن سميع حدثنا مالك بن عمير عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. نعم. هذا الحديث فيه مالك بن عمير وهو مخضرم، يعني أدرك الجاهلية ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قال بعضهم بأنه من الصحابة، يعني قال بعضهم بأنه من الصحابة ولم يثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مرسلا. وهنا روى الحديث عن علي بن أبي طالب وصحت روايته عن علي بن أبي طالب، فالإسناد على الأقل حسن، الإسناد على الأقل حسن إن لم يكن صحيحا. وفيه زيادة والجعة، والجعة ليست إناء، يعني ليست من جنس بقية المنهيات، نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. والجعة هي النبيذ المتخذ من الشعير الذي يسمى الآن إيش؟ الماء الشعير. لا، هو البيرة، وهو المستخلص من ماء الشعير، يعني ينقع حتى تخرج خلاصته ويخمر، وبهذا الشكل يصبح إيش؟ محرما، لأنه بعد ما يخمر ويقذف بالزبد يشتد صار محرما. لكن قبل ذلك يعني لو أنهم غلوا، يعني وصل إلى درجة الغليان وشرب من ذلك قبل أن يتخمر، فهو مفيد ونافع، نافع جدا، من أفضل الأشربة اللي هو نقيع أو مغلي الشعير، تخرج المادة التي فيه وهي مفيدة جدا، لها فوائد كثيرة جدا يرجع إليه، لكن بشرط أن لا يمر عليها وقت طويل فيحصل منها التخمر. هذه الجعة، الجعة هي النبيذ المتخذ من الشعير. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار
عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن ثلاث وأمرتكم بثلاث وأنا آمركم بهن. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم، وفي نسخة: ونهيتكم عن الأشربة ألا تشربوا إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث، وفي نسخة: ألا تأكلوها بعد ثلاث، فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم. نعم، هذا الحديث فيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ، وهذه من أقوى أنواع النسخ، أن يجمع في الحديث نفسه بين الناسخ والمنسوخ، وإنما جاءت قوتها من قبل أن الذي ذكر الناسخ والمنسوخ هو نفس النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم نحتاج مع ذلك إلى معرفة ذلك من الصحابة، لأنه ممكن الصحابي يقول كان كذا ثم نسخ، يمكن أن يكون هذا وهذا مقبول، لكن أقوى أنواع النسخ هو أن ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على كون الشيء هو كان أباحه للناس ثم حرمه، أو أنه حرمه على الناس ثم أمر به. فالحديث تضمن النهي عن زيارة القبور، ولا شك أن هذه الأشياء كان النهي فيها، كل هذه الأشياء كان من باب سد الذرائع، كان من باب سد الذرائع، وهذا يعني أن باب سد الذرائع له مراتب أو له أحوال، له مراحل. الناس قبل أن تتعرف على الأحكام المتعلقة بالقبور، وأنه لا يتعلق الناس بالمقبورين، وأن لا يتجاوزوا في مواضع أو يفرطوا في التعامل معها أو يفرطوا، نهوا عن ذلك حتى تعلموا واستقر في أنفسهم التوحيد وابتعدوا عن مبادئ الشرك ومظاهره وذرائعه، فهموا ذلك. وكذلك كان نهاهم عن الظروف التي تتخذ للخمر، التي يسرع إليها التخمر، وأباح لهم أن يستعملوا الجلود، الأدم اللي هو ليش الجلد، ونهاهم. فلما عرف الناس الخمور وتعرفوا إليها واشتد عليهم أمرها وعرفوا أنها حرام وعلموا أن حملها حرام وفيها اللعنة وفيها كذا، أباح لهم استعمال كل الآنية بشرط أن لا تصل إلى الإسكار. كذلك كان نهى الناس عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني أنه إذا ضحى الناس يوم الأضحى فإنهم يأكلون إلى ثلاثة أيام، بعد ذلك يتركون هذه اللحوم. لماذا؟ أن الناس إذا علموا أنهم يأكلون من اللحوم ثلاثة أيام فإنهم سيضطرون إلى إيش؟ إلى التصدق بما يزيد على حاجتهم لمدة ثلاثة أيام، فيأكل الناس كلهم في الأضحى. وكان قد دفع على الناس دافة، يعني جاءهم فقراء، وكان يأتي الفقراء من نواحي المدينة ومن العوالم وغير ذلك ومن الأعراب، فكان الناس يحتفظون باللحوم، فنهاهم عن الاحتفاظ باللحوم، ثم بعد ذلك أباح لهم استعمال الأضاحي فوق الثلاث. يعني ماذا يفعلون؟ يعني يحتفظون بها لأن الوضع تحسن وكذا، يعني والفقر قل في بين الناس في المدينة وفي من حولها، فأبيح لهم. فماذا صاروا يفعلون؟ يأخذون هذه الأضاحي ويعني يدخرون منها لمدة ثلاثة أيام بطريقة معينة، ويدخرون للسنة التي تليها أو إلى السنة التي تليها، ولا سيما الفقراء منهم يجيئهم لحم كثير، هذا يأتي بلحم وهذا يأتي بلحم وهذا يأتي بلحم، وتعرفون المدينة حارة، جوها حار ورطب، فيسرع إلى اللحم الفساد تتحلل. فماذا كانوا يفعلون؟ يأتون اللحم ثم يشرحونه، ثم يضعونه على إيش؟ على الملح، ثم يضعون عليه الملح، ثم يشققون هذا الذي شرحوه شقوقا شقوقا حتى تصبح سيورا، والسير بحسب طول اللحم يقددونه. ها، هذه تذكركم بشيء، كلمة يقددونه، يقددونه يسمى بعد ذلك إيش؟ القديد. هذا هو القديد، اللي هو اللحم مجفف، يضعونه في الشمس بالملح،
فتنزل ما فيه من ينزل ما فيه من المياه ويبقى اللحم يصبح كالخشب كالخشب تماما. فيأتون بعيدان اللحم هذه تصبح كالأعواد يعني، ويضعونها في أكياس في قفاف من الخوص أو من الجريد أو كذا، ويجعلونها في مكان معين، فإذا أرادوا يعني مكان مهوى وكذا، فإذا أرادوا يأخذوا منه أخذوا منه أعوادا وألقوه فيش في المرق ويغلونه في المرق، ثم بعد ذلك يقطعون عليه الخبز ويكون هذا إيش الثريد. فالشاهد من الكلام أن هذا بعدما أبيح صار بالنسبة للناس أمرا سهلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا رجلين، دعي إليه رجلان وهما ترعد فرائصهما من الخوف من النبي عليه الصلاة والسلام من هيبته، فقال لهما عليه الصلاة والسلام إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني الطعام الفقراء اللي هو اللحم غير الطازج. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن سالم أو عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال: قالت الأنصار: إنه لا بد لنا. قال: فلا إذن. فلا إذن يعني فلا نهي على الأوعية، وإنما إيش النهي على الإسكار. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد الوركاني أو الوركاني حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفة والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا. فقال: اشربوا ما حل، يعني استعملوها ولا تشربوا منها إلا الحلال. نعم. طبعا هذا الحديث فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وهو سيء الحفظ، لذلك يعني الإسناد فيه ضعف من هذا الجانب، لكن الحديث صحيح لما سبق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك بإسناده وقال: اجتنبوا ما أسكر، مثل السابق لكن وضح كلمة ما حل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. نعم. هذا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبدو في آخر الأمر أنه كان يعني ينبذ للنبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يوجد السقاء ينبذ له في الحجارة، والحجارة هي من الأمور التي كان نهي عنها في أول الأمر لا يظهر فيها الاشتداد، مفتوحة، وبالتالي لكن كان ينبذ له وينظر بعد ذلك في حال المشروب ثم ينبذ له، لكنه ما كان ينبذ له أياما متعددة، كان في الغالب ينبذ له في الصباح الفجر يعني على العشاء يشرب مع الطعام، ينبذ له على العشاء مع الفجر مع الغداء يعني الفجر يشربه مع الغداء، إن كان يغدون وقت الفجر هذا الغدوة يعني، وفي غالب في هذا في غالب الأمر، وإن طال الأمر ففي اليوم الثالث يسقيه الخادم، لا يشرب هو في يعني إذا تأخر ما يشرب، هو يسقيه الخادم. ليش يسقيه الخادم؟ لأنه لا حاجة به إليه ولا يريد أن يبقيه إلى يوم آخر، ماذا يفعل به؟ فيسقيه الخادم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الخليطين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. الخليطان، باب في الخليطين. الخليطان جمع مثنى خليط، والخليط ما خلط مع غيره، والناس كثير من العوام يقولوا يسمون الشيئين خليطا، يقول هذا خليط كذا
وهذا غلط، وإنما هذه أشياء خلطت فالأصل أن تجمع أو تثنى بحسب المخلوط فيها. على كل حال هذا الخليط هو التمر مثلا، والخليط الآخر الزبيب فينهى عنه، هذا خليط بسر وهذا خليط رطب مثلا، فلا يجمع بين البسر والرطب ولا يجمع بين التمر والزبيب. السر في ذلك أن أحدهما إذا نبذ أسرع من الآخر في ماذا؟ في التخمر، فيجلب أحدهما التخمر إلى الآخر. الأمر الثاني أنهما إذا جمع حصل بينهما تفاعل، فأيضا يسرع إليهما التخمر، لذلك نهي الناس عن أن يخلطوا حتى لا يسرع. المقصود من الكلام أولا أنك لا تشرب المخمر وهذا معروف، لكن أيضا مقصود آخر أنه لا نفسد الأشربة. الأصل أن لا نستعجل فساد الأشربة، فإن أردت أن تشرب من هذا وهذا فتنبذ هذا وحده وثاني. إيش المقصود بالنبذ؟ يعني أن ننقع التمر، والناس كانوا يشربون الماء، كان في المدينة أحيانا يكون فيه ملح، يعني الماء يكون فيه ملوحة، فماذا يفعلون؟ يحلون الماء بماذا؟ يضعون التمر من أول الليل، اليوم الثاني يشربون الماء ويأكلون هذا المنقوع. وكذلك الزبيب أيضا يفيد في هذا الشيء، يعني يعطي الطعم الطيب في هذا. هذا المقصود من النبذ، يعني بدونه يعني يفتح ويوضع في الليش في الإناء حتى يش. وإذا أرادوا أن يأكلوه بسرعة يعني وكذا، أحيانا كانوا يضعونه يفتحونه ثم يرشون عليه الماء، فإذا أراد أن يأكلوه كان يش طريا. أما شرب الماء فالمقصود منه هذا. وفي مكة كان بعضهم أيضا قبل، يعني بحسب النقول عن أهل مكة، قبل أن تظهر زمزم كان يأتون بالماء من خارج مكة، وكانت السقاية على بني هاشم وانتهت إلى العباس، فكان يأتي بالتمر ويضع التمر بالماء، وأحيانا يضع التمر أي شيء حلو ويشربون هذا الماء ويأكلون التمر. هذا مقصود تحلية الماء للناس، لأن الماء كان فيه شيء من الملوحة. لما خرج ماء زمزم يعني كان هذا طبعا يسر على الناس الأمر، نعم، لأنه حلو. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: انتبذوا كل واحد على حده. قال: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نفس الشيء، ما يعني نفس الفائدة، نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. نعم. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المجهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم، كلهم ثقات، كلهم يعني لا ينظر في أحوالهم، نعم. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ثابت بن عمارة حدثتني ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت: سألت أم سلمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر. نعم. ويعني هذا الحديث إسناده سواء كان ثابت بن عمارة أو عمته اللي ريطة بنت كبشة، ريطة كذلك كبشة بنت أبي مريم، ثلاثة، كل هؤلاء ضعفاء، كلهم مجهولون إلا ثابت، هذا فهو يعني في حديثه لين، صدوق فيه لين، صدوق فيه لين. ما في مشكلة، يعني هذا يشرب فورا.
هذا يخلط للشرب وليس للنقع. يعني هو من خليط الثلاجة أبو ساعي ما في مشكلة، بس هذا ما هو نقع ما يتغير، يعني لا يختلط في خلال الفترة هذه أو يعني مثل العشب الذي يوضع والنعناع والآخره. اي ما بيأثر لان ما لا يتأثر، يعني ما في واحد منها يتأثر بالآخر، المقصود التأثر الذي يؤدي الى تخمر. اصلا الخليفة يعني مفتوح، لا ما في فرق بين مفتوح ومغلق، يعني كان حتى اذا كان مفتوح يمكن ان يتخمر. تضعه في الثلاجة اصلا هذا يمنع. يصير شيء ونبيذ شيء آخر. إذا لم يسكر الحمد لله. إذن هذا الحديث الأخير إسناده ضعيف، لكن الحديث فيه كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر، يعني إسناد ضعيف، وقضية الخلط عجم النوى طبخا ما فيه ما يدل عليه يعني. وإذا كان المقصود بأن نخلط الزبيب والتمر ما في النبيذ يعني النبذ، فهذا دل عليه الحديث السابق، هذه الجملة يشهد لها ما سبق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا مسعر عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني أسد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه الزبيب. نعم، هذا الحديث يعني في الجملة في الكلام عن الخلط وكذا، يعني معنى ذلك أنه خلاف النص السابق. وهذا الحديث فيه امرأة من أسد يعني مبهمة يعني ضعيفة، وبالتالي الإسناد ضعيف الحديث منكر لأنه مخالف، يعني ضعيف خالف فيه يعني الضعفاء خالفوا الثقات في ذلك. هذه المرأة مبهمة لا يدرى حالها. نعم. قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا أبو بحر حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني حدثتني صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب، قالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب،
فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. أعد وقرأ قبضة قبضة حتى يعني لأن هذا يحتمل هذا وهذا. قالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القبضة قد يكون مقصود بها اليد، يعني كأن تقول آخذ بيدي، والقبضة يعني الموجود في داخل المحمول يعني، أو العكس، القبضة هي الفعل الذي يفعله، يعني كنت أقبض قبضة يعني مرة وأفعل، والقبضة اللي هي المقبوض اللي هو الشيء، يعني القبضة اللي هو المقدار، يعني تصبح القبضة كأنها إيش؟ كأنها كيل، تأخذ قبضة من كذا، القبضة كيل، واضح؟ طيب لكن القبضة تدل على القبض، يعني ليست كيلا بدون قبض، يعني ليست مكيالا، وإنما هي حصلت عن قبض، حتى لا يقول واحد بالآية التي فيها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنه ما فيه قبض، لا، لابد من في القبضة يكون فيه إيش؟ فيه قبض. جميل. لكن الحديث ضعيف، لأن يعني فيه الحديث اللي هو أولا أبو بحر، اللي هو هذا أبو بحر البكراوي، وضعيف، وكذلك من فوقه ضعيف، يعني كل من دون عائشة فهم ضعفاء، يعني العتاب بن عبد العزيز الحماني هذا ضعيف، وكذلك المقبول الشيخ. ليش؟ فيه كلام آخر ولا لا؟ لا. يعني يمكن إذا كان وطبعا هذا انفرد أبو داود في الرواية له، لأن رجال أبو داود فقط. على كل حال إذا كان روى عنه جمع قد أورده ابن حبان في الثقات وليس فيه ليس فيه مغمز، الأصل أنه يرتقي إلى درجة الصدوق وحسن الحديث. من غمز فيه؟ المنذري. أيوة. يمكن هذا السبب. على كل حال الإسناد صحيح به وبدونه، كذلك صفية بنت عطية هذه يعني لا تعرف، لأنه ما روى عنها أيضا غير هذا الحماني، تعرف به، حديث إسناده ضعيف، وفيه كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا الحديث لو صح مثله لم يعارض السابق. ليش؟ لأن المقصود أنها تمرسه وتسقي، والممنوع هو الخلط عند النبذ، وليس المقصود أنه يمرس ويسقى مباشرة. وهذا مثل العصائر، أخونا سأل قبل قليل، العصائر التي تصنع وتشرب، فرب الآن يسموه إيش؟ اللي هو الخليط، العصائر هو الكوكتيل، هذا يصنع ويشرب لا يؤثر فيه الـ 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 كذلك العصائر إذا وضعت في الآن في الثلج في الثلاجة في الفريزر، يعني الآن في بعض العصائر تعصر وتوضع في الفريزر، من البرتقال ومن أي عصير من العصائر هذه، هذا لو بقي في الخارج يتخمر ويصبح خمرا، لكن إذا وضع في الفريزر فهو ما بقي كذلك، طالما أنه مثلج لا يحصل له شيء، لكن إذا ذوب بعد ذلك لابد من إيش؟ من أن يشرب مباشرة، يعني لا يترك حتى يتخلل. نعم. قال رحمه الله: باب نبيذ البسر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه وفد عبد القيس. فقلت لقتادة: ما المزاء؟ فقال: النبيذ في الحنتم والمزفت. نعم، يعني هذا من الأمور التي من باب التوضيح والشرح، يعني من شرح ابن عباس هذا المعنى. على كل حال البسر هو مرحلة من مراحل التمر، ثمرة النخل، وهو قبل التمر وقبل الرطب،
يعني ما قبل التمر وقبل الرطب، هذا بسر يكون منه الزهو ويكون منه البلح وكذا. نعم. قال رحمه الله: باب في صفة النبيذ. حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير، حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن ومن أين نحن، فإلى من نحن؟ قال: إلى الله وإلى رسوله. قلنا: يا رسول الله، إن لنا أعنابا ما نصنع بها؟ قال: زببوها. قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. نعم. على كل حال، هذا الحديث يعني تقريبا سبق معنا غالب هذه الجمل، ولكن فيه اللي هو النبذ في الـ في الـ في الـ في الايش في الشنان، هذا النبذ في الشنان بشرط ان لا يكون ايش قال، قبل ذلك قال: زببوها، هذه الثمرات الاعناب حتصير زبيب، ماذا نفعل بها؟ انبذوها. قال: انبذوها على غدائكم، يعني اللي احنا نسميه الان فطور او الريوق او كذا، اللي هو ايش بعد الفجر، هذا المقصود الغداء، وقت الغدوة. قال: واشربوه على عشائكم، يعني قبل العصر، هذه فترة العشاء هذه كانت قبل العصر، يعني كان الناس يأكلون عند الفجر وقبل المغرب، عفوا بعد الفجر قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، كانت وجبتين هكذا كان الناس يأكلون. قال: إذا ينبذ في وقت إحدى الوجبتين ويشرب في وقت الوجبة الأخرى. قال: وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال، هذا كان أول الأمر. ثم بعد ذلك أبيح للناس أن ينبذوا فيما شاءوا ولا يشربوه إذا أسكر. قال: فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا، تحول. نعم. قد تحول للخمر أيضا. نعم. إسناد إما حسن أو صحيح الكلام على ضمرة ابن ربيعة هنا. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء، ينبذه غدوة فيشربه عشاء، وينبذه عشاء فيشربه غدوة. نفس هذا المعنى، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من يعني من أوضحها أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يصنع له ذلك في وقت إحدى الوجبتين، ويشربه في الوجبة الأخرى، في وقت الوجبة الأخرى، وكان لسقائه رباط، كان يربط فيفك ويستعمل. نعم. تفضل. قال: حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر قال: سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال: حدثتني عمرة عن عائشة أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل صببته أو فرغته، ثم ننبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت: يغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم. نعم. هذا حديث إسناده ضعيف، ويصح منه ما وافق ما سبق، نتم إن شاء الله تعالى بعد العشاء، صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه.